قلت قلت انه اكو دول اتصلت بكم هوايه على هذا القصه، دول اتصلت وشخصيات سياسيه بالله. نعم السفيره الامريكيه تتصل وهذه تضغط. السفيره الامريكيه نعم تضغط على حل هاي اللجنه. السفيره الامريكيه نفس حمزه بحزانيه بعد. اوف شنو مصلحه السفيره الامريكيه بلجنتكم؟ يعني لازم تنحل لجنتكم. اسالوها. لا ما نسال احنا هيك ناس، ما نسال. انتم ما تسالوهم. لا احنا هيك ناس ما نسالهم لان ندري بهم اعداء هذا البلد بصراحة يعني. والله ما عندي غاية حقيقة. بس منو اللي عنده علاقة هيك قوية حتى يدفع السفيرة الأمريكية حتى تطالب بحل هذه اللجنة؟ مجريات أعمال مجريات أعمال الإدارة الحالية اللي تصب بمصالح أمريكا. أها نعم هي اللي تدفعها ببقاء هذه الإدارة. يعني هاي الإدارة مستفيدة منها أمريكا؟ نعم. وهذا التعاقدات وهذا الترهل وهذا البذخ والصرف من الأموال وإهدار الأموال يمين يسار وإضعاف الواردات غير النفطية العراقية، هذا غاية أمريكا. زين أنت توصف لي وحدة إدارية رهن المياه الإقليمية العراقية وإضعافهم. بابا إحنا حكومة من كثر القوة ما قدرنا نرسم حدودنا البحرية بيننا وبين الكويت.